خلاص كله يمرق جوا، كله يمرق جوا في صفات ثانية. بات واضحا للعالم أن هدف الاحتلال من التركيز على المستشفيات واستهدافها وقصفها وتدمير المراكز الصحية والبنى التحتية لهذا القطاع في غزة إنما هو من أجل حرمان شعبنا من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية دفعاً له إلى الهجرة قسرى في تكرار لمشهد النكبة عام 48.